نعم، يعني القارة الأفريقية مصر تقدم لها ما لا يقدر بثمن. مصر تقدم للدول الأفريقية الخبرات والكفاءات وتسخير كل الإمكانات في سبيل دمج التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية. ولعل تنظيم مصر للمعرض في نسخته الأولى في عام 2018 ثم انتقاله وتنظيمه في جنوب أفريقيا عام 2021 وبالعودة مرة أخرى ومرة ثالثة إلى القاهرة لاستضافة هذا الحدث المهم والأهم اقتصاديا على مستوى القارة الأفريقية ربما هو دليل وترجمة حقيقية لما تقوم به مصر وما قامت به خلال العشر سنوات الأخيرة في استعادة ريادتها لهذه القارة الأفريقية ودورها الإقليمي وتقديمها لكافة المساعدات اللوجستية والسياسية والاقتصادية من خلال المصانع والشركات المصرية العاملة في العديد من الدول الأفريقية ورفع كفاءة القدرات لأشقائنا الأفارقة ودعم جهود الدول الأفريقية في تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063. هذا كله يترجم حرص مصر على إدماج الاقتصاد وتعزيز الاقتصاد الأفريقي أمام العالم أجمع. حجم الصادرات المصرية أو حجم التبادل التجاري بين القاهرة والدول الأفريقية نما ووصل إلى 7.8 مليار دولار مقارنة ب 6.5 مليار دولار عام 2021، وهو ترجمة فعلية كما قلنا وذكرنا مشاهدينا بالدور المصري والحرص المصري على وجود مصر في قلب القارة الأفريقية. إذا كانت السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد فمصر في قلب القارة الأفريقية لا تنفصل دائما عن همومها، لا تنفصل دائما عن مشروعاتها التنموية. مصر تضع نصب أعينها الاهتمام بالقارة الأفريقية وتنمية مواردها الاقتصادية والاستعانة والاستفادة بكل ما هو متاح لدى قارتنا الأفريقية، القارة السمراء الغنية بكل الموارد البشرية والطبيعية، من أجل إنعاش والنهوض بمستوى الشعوب الأفريقية والعيش في نمو وازدهار من خلال المشروعات وتحديدا المشروعات الاقتصادية وتبادل التبادل التجاري الذي يزداد عاما بعد عام. كانت هناك توجيهات رئاسية مباشرة لكل مؤسسات الدولة بالعمل على تحسين أداء التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، أيضا المزيد من المشاريع في مجال البنية التحتية وأيضا التوسع في مشروعات إدارة الأعمال، كلها تصب في النهاية في هدف استراتيجي واحد لمصر وهو النمو الاقتصادي المتكامل، التكامل الاصطناعي، فتح مجالات ومشروعات وفتح أسواق جديدة مصرية لا سيما داخل القارة الأفريقية.